بجيها في حياتك يا نادرة. وليه تعبتي نفسك وجيتي لحد هنا؟ اللي انت بتقوليه ده، انا اول ما سمعت الخبر من شداد قلت له لازم تشوف لي طريقه تعزيكي بيها، ده انت الغاليه ومناش غير بعض. قتلوه ولاد الكلب، قتلوه في عز الشباب، ما لحقش يفرح. راح عند اللي احسن مننا كلنا. انا مش جايه اعزيكي عشان عرفاكي وعارفه انك لازم تاخدي طارق في لو اديكي قلتيها. هو في حد في النجع يعرف باللي حصل؟ ما انا عايزاكي عشان اكدي. اللي بتقوليه ده ما يتصدقش. وما تسالنيش عرفت منين، عشان انت عارفه التحقيق اللي هيفتحه كبير وانا ما نقصاش. عارفه، بس هو انت بتشوفي نادره ولا بتكلمك؟ واه، امال انا بقول ايه؟ افرض دراعك زين. يا نهار اسود، وزعلانين انها هجت منهم؟ ده الواحده مننا تلحق تنفد بجلدها. دي جوزك طيب؟ ايوه طيب، انا متاكده انه ما يعرفش. ولو عرف هيعمل ايه يعني؟ واه كيف يعني؟ دي الدكتورة أنسة جدع منه. ما تلمي لسانك يا دميانة. خلاص ما تزعليش، افردي يدك صح عشان أجليكي. كدابة وستين كدابة. وهي هتكذب ليه بس؟ شغلانتها تدخل البيوت وتنقل الكلام من بيت لبيت. ودخلوا إيه ده في اللي جلته إذا كان صدق ولا كذب؟ لا ما صدقش إن أبوه يعمل كده. هيعمل كده ليه؟ ومين أخوها ده اللي ظهر فجأة وأبوه شافه فين وكيف؟ مش كان محبوس مع نادرة لما مسكوها وهي بتهرب؟ انت نسيتي؟ انا هفهم كل حاجه. راح فين؟ ومين اللي قال لك الكلام الخايب ده؟ النجع كله بيتكلم. بيتحرق النجع باللي فيه. لو اتحرق النجع باللي فيه ده هيغير كلام الناس في حاجه؟ يعني تصدقي الناس اللي بيكرهوا ابوكي؟ ما هو الغريب يا ابوي انهم بيكرهوك. يكرهوك ليه؟ دول اهل الناس. في ناس طبعهم كده بيكرهوا اللي احسن منهم. الناس دول سلموا روحهم للوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. طب طمن قلبي، حياة معزتي عندك، طمن قلبي. مش أنا عزيزة عندك برضو؟ أنت عارفة إنك عزيزة وغالية، والمفروض إنك أكتر واحدة عارفة أبوكي، وما ينفعش كل ما تسمعي كلمتين تغيري علي. عمري ما اتغير عليك يا أبوي، ما أقدرش. طب اسمعيني زين، الانتخابات دي الوقت قرب، حسن أبو عصايا مترشح قصادي لأول مرة في معركة، والمعركة فيها ضرب تحت الحزام زي الإشاعات دي اللي كلها كذب في كذب. طمنت قلبي. عمري ما اتغير عليك يا ابوي. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.